لن تتقدم الدول إلا بالعلم، وإحنا شايفين العالم كله في تصارع وفي إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، وبقى في حاجة اسمها اقتصاد الفكرة أو الابتكار. وبالتالي لما هاجي أرجع للقطاع الزراعي، إحنا قدرنا نشوف نموذج في مصر جيد لمشروعات قومية على أرض الواقع تم تنفيذها في فترة وجيزة. لما نيجي نشوف إيه اللي حصل في مصر من 2014 للآن، ألاقي إن مصر أضيف على الرقعة الزراعية بتاعتها 3.5 مليون فدان. إحنا النهاردة بنعمل معالجة لمياه الصرف الزراعي في منطقتين على مستوى الجمهورية. بنعمل المعالجة لمياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، اللي هي الدلتا الجديدة، اللي هتبقى جنوب الضبعة وجنوب العلمين على محور رود الفرج. وفي نفس الوقت بنعمل محطات معالجة اللي هي في البحر البقر، محطة المحسمة دي بتبقى حوالي 6.5 مليون متر مكعب ماء يومي. غرب الدلتا حوالي 7.5 مليون متر مكعب ماء يومي. أنا اقترحت اقتراح، وده اقتراح أتمنى الإدارة السياسية تتبناه في المرحلة اللي جاية، إن احنا يكون عندنا خزان زي خزان أسوان يتم إنشاؤه في غرب الدلتا جنوب الضبعة. الخزان ده على مساحة ما تقلش عن 40 أو 50 ألف فدان بعمق وليكن 40 متر. كان في مشاركات فعالة كتير جداً، وفي آراء قيمة جداً تم تقديمها للسادة اللجنة أعضاء المنصة، وإن شاء الله يعني بتنفيذ هذه الآراء هيكون الوضع الاقتصادي بالنسبة للزراعة في مصر في مكانة أخرى بإذن الله. أما بالنسبة لمشاركتي أنا، فأنا لو حبيت أن أنا أحط عنوان لمشاركتي، فهقول أن تصور أو وضع استراتيجية مقترحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. هذه الاستراتيجية قائمة على مجموعة من المحددات والمرتكزات. المحددات لهذه الاستراتيجية بتتمثل في أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بيتأثر بالعدد بعديد من المتغيرات، سواء كان هذه المتغيرات محلية وتتمثل في الزيادة السكانية المرتفعة، أو متغيرات إقليمية نتيجة للي بيحصل من اضطرابات عالمية وبالتالي الأسعار العالمية اللي بتتزايد بشكل قوي. النهاردة اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه والأزمات الاقتصادية اللي بتواجه العالم كله في الوقت الحالي، واللي أثرت بشكل مباشر على الدول الناشئة واللي منها مصر. النهاردة اتكلمنا على ضرورة الأخذ بتوصيات عدة، من ضمنها ان احنا لازم نقلل الانفاق الحكومي، من ضمنها ان احنا ننوع مصادر النقد الأجنبي. النهاردة اتكلمنا أيضا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا، بحيث انها ان احنا من وقف فوري للاستيراد اي منتج يكون بينتج في مصر او بيتصنع في مصر او له بديل هنا في مصر.